الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بنعلمكم طريقة كيف تجعل البخور أكثر فخامة ورائحة أجمل ويطول بالمبخرة لما تولعوا أكثر. فبنحط البخور بهالطريقة، ثم نضع، أنا اخترت العود طبعا، قليل من العود على البخور، ثم تبدأ في تخليط العطر اللي بتستخدمه. ممكن تستخدم أي عطر مع البخور حسب يعني الذوق اللي بتحبه أنت. بعد ما تخلطهم جيدا بصير عندك العطر هيك، بصير عندك عفوا البخور شكله بهالطريقة هذه. طبعا هذا البخور إذا وضعته في المبخرة وولعت عليه مع الفحم راح تجد أمرين لم تجدهم سابقا. الأمر الأول أنه راح تكون الريحة أطيب من أول وأجمل، والأمر الثاني راح تطول فترة الاحتراق أكثر. هذه يعني طريقة جديدة وأنا مجربها وبنصح فيها، وإن شاء الله يعني أي طرق جديدة راح نشارككم فيها إن شاء الله. وإذا أعجبكم هذا المحتوى يا ريت تشاركونا معنا في القناة. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.